بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 156. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فما يزال الشيخ رحمه الله يتكلم عن أمراض القلوب وشفائها، فيقول: قد قدمنا قاعدة كبيرة أن جنس الحسنات أنفع من جنس ترك السيئات، كما أن جنس الاغتداء أحسن من جنس الاحتماء، وبينا أن هذا مقصود لنفسه وذاك مقصود لغيره بالانضمام إلى غيره، وكما أن الواجب الاحتماء عن سبب المرض قبل حصوله وإزالته بعد حصوله، فهكذا أمراض القلب يحتاج فيها إلى حفظ الصحة ابتداء وإلى إعادتها إذا عرض لها المرض. والصحة تحفظ بالمثل والمرض يزول بالضد، فصحة القلب تحفظ باستعمال أمثال ما فيها، أو هو ما يقوي العلم والإيمان من الذكر والتفكر والعبادات المشروعة، ويزول بالضد فتزال الشبهات بالبينات، وتزال محبة الباطل ببغضه ومحبة الحق. ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدنيا وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو داء الدين وهو علم الفتوى، إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه فيها، كما قال ابن مسعود: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر ونحوه. فحفظ الصحة بالمثل وإزالة المرض بالضد في مرض الجسم الطبيعي ومرض القلب النفساني الديني الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا هل تحسون فيها من جدعا. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، رجاه في الصحيحين. قال الله تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى قوله: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، إلى قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر أنه فطر الناس على إقامة الوجه حنيفا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فهذه من الحركة الفطرية الطبيعية المستقيمة المعتدلة للقلب، وتركها ظلم عظيم، اتبع أهله أهواءهم بغير علم. ولا بد لهذه الفطرة والخلقة، وهي صحة الخلقة، من قوت وغذاء يمدها بنظير ما فيها مما فطرت عليه علما وعملا. ولهذا كان تمام الدين بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة، وهي مأدبة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: إن كل آدب يحب أن تؤتى مأدبته، وإن مأدبة الله هي القرآن. ومثله كماء أنزله الله من السماء، كما جرى تمثيله بذلك في الكتاب والسنة. والمحرفون للفطرة المغيرون للقلب عن استقامته، ممرضون القلوب مسقمون لها، قد أنزل الله كتابه شفاء لما في الصدور،
وما يصيب المؤمن من المصائب في الدنيا هي بمنزلة ما يصيب الجسم من الألم يصح بها الجسم وتزول أخلاطه الفاسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه، وذلك تحقيق لقوله: من يعمل سوءا يجز به. ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤدب، ومن لم يطهر في هذه الدنيا من هذه الأمراض فيؤوب صحيحا، وإلا احتاج أن يطهر منها في الآخرة فيعذبه الله، كالذي اجتمعت فيه أخلاطه ولم يستعمل الأدوية لتخفيفها عنه فتجتمع حتى يكون هلاكه بها. ولهذا جاء في الأثر: إذا قالوا للمريض اللهم ارحمه يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرض حطة يحط الله الخطايا بها، كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. وكما أن من أمراض الجسم ما إذا مات الإنسان منه كان شهيدا كالمطعون والمبطون وصاحب ذات الجنب، كذلك الميت بغرق أو حرق أو هدم. فمن أمراض النفس ما إذا اتقى العبد ربه فيه وصبر عليه حتى مات كان شهيدا كالجبان الذي يتقي الله ويصبر للقتال حتى يقتل. فإن البخل والجبن من أمراض النفوس، إن أطاعه أوجب له الألم، وإن عصاه تألم كأمراض الجسم. وكذلك العشق، فقد روي: من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات شهيدا. فإنه مرض في النفس يدعو إلى ما يضر النفس، كما يدعو المريض إلى تناول ما يضر. فإن أطاع هواه عظم عذابه في الآخرة وفي الدنيا أيضا، وإن عصى الهوى بالعفة والكتمان صار في نفسه من الألم والسقم ما فيها، فإذا مات من ذلك المرض كان شهيدا. هذا يدعوه إلى النار، فيمنعه كالجبان تمنعه نفسه من الجنة فيقدمها. فهذه الأمراض إذا كان معها إيمان وتقوى كانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وسئل الشيخ رحمه الله عن قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الحمد لله رب العالمين. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه، وأمثال ذلك هي من العبادة لله. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الرسل كما قال نوح لقومه:
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. نسأل الله العافية. وبهذا انتهت هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله.